للأسف قرار ظالم في حق وليد الركراكي وفي حق الشعب المغربي. للأسف هذا القرار هذا تنظن أن الغرض من موراه هو أن الكاف أراد أنه يوصل رسالة لبعض الدول باش يخليهم براحتهم، لأنهم يحاولوا أنهم يرسخوا أن جميع الملكين المغربيين كرة القدم تستفيد من دهاليز الكاف، وهذا غير موجود. للأسف قرار اليوم ديال التوقيف سيؤثر كثيرا على المجموعة، سيؤثر على النفسية ديال اللاعبين، ولكن أمام ما عندنا ما نديرو، هادو القوانين المنظمة. أتمنى صادقا أن وليد الركراكي يضبط الأمور في باقي المباريات ويتجنب مثل هاد السلوكات اللي غادي تشتت التركيز ديال المجموعة، خاصة وأن المباريات الآن مباريات حاسمة، وصلنا للثمن والربع، فهادو مباريات مفصلية تحتاج تركيز، تحتاج لأن يكون عندنا فريق متجانس. ما عندنا ما نديرو بهذه التشويشات هادو، ونتمنى جاهدا من صادقا من جميع الملكيه المغربيه لكره القدم انها تدافع وتستأنف القرار اللي مجحف في حق وليد الركراكي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.